أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة ثالثة والنصف نقدمها لكم من مركز أخبار تلفزيون قطر. وبسم الله الرحمن الرحيم، هذه العناوين. حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يتبادل مزيدا من التهاني بحلول شهر رمضان المبارك مع أخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة. حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يبعث برسالة إلى فخامة رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية تتصل بتطوير العلاقات الثنائية. وفي الاقتصاد، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 2% في الربع الرابع من العام الماضي. إلى التفاصيل. تبادل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى مع أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في اتصال هاتفي أجراه سموه. كما تبادل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى مع أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في اتصال هاتفي أجراه سموه. وتبادل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى التهاني بالشهر الفضيل مع أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة في اتصال هاتفي أجراه سموه. وتبادل سموه حفظه الله التهاني أيضا بالشهر الفضيل مع أخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت الشقيقة، وذلك في اتصال هاتفي أجراه سموه. بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى رسالة خطية إلى فخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. قام بتسليم الرسالة سعادة الدكتور علي بن غانم الهاجري سفير دولة قطر لدى نيجيريا خلال استقبال فخامة رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية له في مكتبه بالقصر الرئاسي. أجرى سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالات هاتفية مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية. وسعادة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية بدولة الكويت. ومعالي السيد بدر بن حمد بن حمود البسعيدي وزير الخارجية في سلطنة عمان، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة كل على حدة. جرى خلال الاتصالات تبادل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، واستعرضوا علاقات التعاون الثنائية وسبل دعمها وتطويرها إلى جانب تباحث آخر مستجدات القضايا. رحبت دولة قطر بإعلان الأمم المتحدة عن توافق أطراف النزاع في اليمن على هدنة لمدة شهرين بدأت وقابلة للتجديد بموافقة الأطراف. وأعربت وزارة الخارجية في بيان عن تطلع دولة قطر إلى أن تمهد هذه الخطوة لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن وانخراط الفاعلين في المشهد اليمني وبدعم من المجتمع الدولي في المسار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية من أجل تحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق. وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الداعي إلى حل الأزمة اليمنية استنادا إلى المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. جددت دولة قطر التأكيد على أنها ستواصل السعي بالتعاون مع الشركاء الدوليين لدعم السبل الممكنة للمساهمة بشكل بناء في تسوية الأزمة السورية من خلال عملية سياسية هادفة تؤدي إلى انتقال سياسي وفقا لإعلان جنيف والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي
22-54 وتحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري وتحافظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها. جاء ذلك في بيان أدلت به السيدة شريفة يوسف النصف سكرتير أول في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تقرير الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011 وتحت بند منع النزاع المسلح. وقع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار برنامجا للتعاون المشترك مع وزارة البيئة والتغير المناخي لتخفيف آثار التغير المناخي. حضر التوقيع سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي الثاني وزير البيئة والتغير المناخي، والمهندس عمر علي الأنصاري الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار. ووقع برنامج التعاون كل من السيدة عائشة أحمد الباكر مديرة إدارة التخطيط والجودة بالوزارة، والسيدة ندى العلقي مديرة برامج البحوث والتطوير والابتكار بالمجلس. وقع الهلال الأحمر القطري اتفاقية تعاون مع مستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني للتأهيل والأطراف الصناعية في قطاع غزة لتنفيذ مشروع توفير العلاج التأهيلي للفقراء ذوي الإعاقة في القطاع إذانا ببدء تنفيذ المشروع. وقع الاتفاقية كل من الدكتور أكرم نصار مدير مكتب الهلال الأحمر القطري التمثيلي في غزة، والدكتور خالد عبد الهادي نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب ممثلا للمستشفى. مع غروب شمس أول أيام شهر رمضان المبارك دوى صوت مدفع رمضان في ساحة سوق واقف إذانا بموعد الإفطار. هو موروث شعبي ارتبط بعادات أهل قطر في الشهر الفضيل، كما تحولت مواقع مدافع رمضان إلى مقاصد للعديد من الزوار خاصة من العائلات. مدفع الإفطار، مدفع عرض. المدفع هذا عبارة عن عادة سنوية كانت من عدة سنوات سابقة، بحيث عندنا أكثر من موقع غير سوق واقف الدوحة، عندنا سوق واقف في الوكرة، عندنا كتارة، عندنا في لوسيل، فهذه صارت عادة عندنا في قطر من سنوات عديدة. بالنسبة لتأمين الموقع هذا الأولوية للوزارة الداخلية في سوق واقف الله يعطيهم الصحة والعافية، أما احنا بالنسبة لنا تأميننا للمدفع من يطلع من المعسكر للسوق واقف اللي هو موقع الرماية، ومن موقع الرماية للمعسكر تأمينه بيكون الناحن. كما في كل عام يحل شهر الخير على كبار السن حيث يتوجب مراعاة ظروفهم الصحية والنفسية، ففيما يصعب على بعضهم أداء فريضة الصوم يتمكن البعض الآخر من ذلك وفق ضوابط معينة. في شهر رمضان الفضيل مثلما يحتاج كبار السن إلى رعاية خاصة، فإن صيام هذه الفئة رهين بالحالة الصحية التي يرى مختصون ضرورة زيارة الطبيب لتقييمها وتحديد ما إذا كانت تسمح بصيام المسن من عدمه. وينصح مختصون كبار السن عند الصيام بتقسيم وجبة الإفطار إلى وجبات صغيرة على فترات وشرب كميات كبيرة من المياه والإكثار من الخضروات والفاكهة الطازجة. من المهم جدا أن نقسم وجبة الإفطار إلى مرحلتين. المرحلة الأولى نبدأ بقليل من الماء ثم التمر، لأن عملية هضمه وامتصاصه تستغرق وقتا بسيطا. بعد ذلك نتناول كوب من الشوربة، ويفضل أن تكون غنية بالخضار لمنع حدوث الإمساك. وبعد صلاة المغرب تبدأ المرحلة الثانية ونستكمل وجبة الإفطار. كما ينصح مختصون القائمين على رعاية كبار السن بتجنب بعض العادات التي قد تؤثر بشكل سلبي على صحة كبار السن، من بينها كثرة تناول النشويات والحلويات. من أبرز العادات الغذائية الخاطئة التي اعتاد بعض الصائمين عليها
تناول وجبة دسمة على الإفطار، حيث أن هذه الأطعمة تسبب عسر الهضم وارتفاع نسبة السكر في الدم، ويفضل استبدالها ببضع حبات من التمر وطبق من الشوربة كوجبة خفيفة. ولصيام آمن لكبار السن يجب الالتزام بالنصائح والإرشادات الصحية المدعومة بالنشاط البدني قبل الإفطار بساعة أو بعده بساعتين، حيث يمكنه لكبار السن القيام بالمشي في المنزل، حيث يساعدهم ذلك في عملية الهضم ومفيد لصحة القلب ولتنظيم مستويات ضغط الدم ويعزز من صحة الجسم. تشهد محال الحلويات الشرقية إقبالا من الجمهور على مختلف أصناف الحلويات الرمضانية الشهية، عادة ارتبطت بالشهر الفضيل كمظهر من مظاهر الاحتفال. حضور لافت لأشهر الحلويات الشرقية والتقليدية تشهده مختلف محال صنع الحلويات. وضع الحلويات على مائدة الإفطار عادة درجت عليها العائلة القطرية والمقيمين بالدولة كمظهر من مظاهر الاحتفال بهذا الشهر المبارك. الحلويات تعودنا عليها ونحن كنا صغار يعني، وطبعا الحلويات هذه حلويات سورية لبنانية، ودائما يعني نحب ناكلها يعني، خاصة في الشهر الكريم هذا، وعليها إقبال كبير جدا. القطايف والكنافة وبلح الشام والبسبوسة من أبرز الأصناف التي يحرص الصائمون على وجودها في موائدهم، ولتلبية الطلبات المتزايدة من هذه الأصناف خلال الشهر الفضيل تحرص المحال على الاستعداد بشكل مسبق وتحضير كل ما يلزم لتزويد السوق بالكميات المطلوبة منها. أكثر شيء الناس مقبل عليه في رمضان هو القطايف، العوامة، بلح الشام، أصابع الزينب، هاي الأشياء الناس بيقبل عليها بشكل كبير عشان الناس بتكون صايمة. وهيك نسبة الكميات تاعت البضاعة الحلويات اللي نشتغلها، إحنا بشهر رمضان بنصير نجهز قبل تقريبا أسبوع، نجهز طلبيات الشغل والنظام تبعنا. الكمية الإنتاج تاعتنا في رمضان بتزيد حوالي 3 أضعاف الأيام العادية. دائما نتعود عليها برمضان، الكلاج، القطايف، الكنافة، حلاوة الجبن، حلويات رمضانية اللي هي الوربات، عندك البلح الشامي، يعني الحلويات التقليدية اللي هي كل سنة بتنزل ما بتكون نازلة بالأيام العادية. لا تكتمل الموائد الرمضانية إلا بهذه الأصناف مهما غلى ثمنها، وهو تقليد تحرص عليه العائلات لاستقبال الشهر الفضيل ووفادة ضيوفه. مشاهدين الكرام، نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. أكثر من 307 ملايين ريال قيمة التداولات العقارية خلال الأسبوع الرابع من الشهر الماضي. هيك عن كاميرا؟ اي ابتسامة؟ ستاند باي؟ يلا عندك. أعزائي المشاهدين، انتظرونا في رمضان على تلفزيون قطر. مب حلو لو أنا مسويته كان طلع أحلى. أنت عجيبة، أنت أنانية. أهلا بكم من جديد. في الشأن الصحي، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 152 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كوفيد-19 و117 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 359,958 شخصا. قالت الوزارة في بيان لها إن من بين حالات الإصابة الجديدة
148 حالة ضمن المجتمع وأربع حالات ضمن المسافرين، مشيرة إلى أعطاء 6,652,444 جرعة من اللقاحات لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم، مشيرة إلى أن 88.18% من إجمالي السكان تم تطعيمهم بالكامل بجرعتي اللقاح. والآن نفتح نافذة على سوق المال والأعمال. حقق الاقتصاد القطري نسبة نمو حقيقي بلغت 2% خلال الربع الرابع من العام 2021 على أساس سنوي وفق بيانات صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء. على صعيد آخر، قفز الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية الإسمي 29.3% خلال الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بتقديرات الربع المماثل من عام 2020. تشير بيانات مصرف قطر المركزي إلى تسجيل التحويلات المالية الخاصة بالعاملين خلال العام الماضي نحو 900 مليون ريال بارتفاع سنوي نسبته 2.3% لتصل إلى نحو 39 مليار و500 مليون ريال مقارنة بالتحويلات المسجلة في العام قبل الماضي والتي كانت تقدر بنحو 38 مليار و600 مليون ريال. ووفقا لبيانات المصرف المركزي، فإن أغلب تحويلات العاملين في داخل دولة قطر تتم من خلال شركات ومحال الصرافة بدرجة أولى، ومن ثم من خلال البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة. أظهر المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة يوتوبيا للعقارات أن الصفقات العقارية في الدولة سجلت 308 ملايين ريال خلال الأسبوع الرابع من مارس الماضي من خلال تنفيذ 83 صفقة عقارية. وأظهر المؤشر العقاري أن الصفقات العقارية شملت 41 صفقة أراضي فضاء استحوذت بقيمة إجمالية بلغت 151 مليون ريال، بالإضافة إلى تنفيذ 37 صفقة مساكن بقيمة إجمالية زادت عن 108 ملايين ريال. نظمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بالشراكة مع كل من وحدة المعلومات المالية ومصرف قطر المركزي والتحالف العالمي للمنظمات غير الهادفة للربح في مجموعة العمل المالي حلقة العمل الدولية حول تعزيز وصول المنظمات غير الهادفة للربح إلى النظام المالي وتحسين المنهج القائم على المخاطر. يأتي ذلك في إطار المنتدى الحواري العاشر لوحدة المعلومات المالية الذي يعقد سنويا لتعزيز النهج التشاركي والحوار والتشاور البناء بين القطاعي العام والخاص. أعلن صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة عن توزيع نقدي قيمته 38 درهما و17 درهم لكل وحدة في الصندوق، وعليه سيتلقى حاملو وحدات الصندوق المسجلون في نهاية يوم عمل الموافق 6 أبريل 2022 توزيعات نقدية مستحقة الدفع في 10 أبريل 2022. أنهى مؤشر بورصة قطر أولى جلسات التداول الأسبوعية على تراجع بضغط من تراجع أربع قطاعات أبرزها القطاع الصناعي. سجل المؤشر عند الإغلاق مستوى 13,513 نقطة، وشهدت الجلسة تراجعا واضحا في حركة التداولات بلغت نسبته 46% على صعيد عدد الأسهم المتداولة مقارنة بمستويات الخميس الماضي. كما تراجعت القيمة الإجمالية للتداولات إلى 357 مليون ريال. والآن مشاهدينا الكرام مع باقة من الأخبار الإقليمية والدولية.
أعلنت أوكرانيا استعادة السيطرة على منطقة كييف بكاملها بعد انسحاب القوات الروسية من مدن رئيسية قرب العاصمة، فيما تقوم القوات الروسية بانسحاب سريع من شمال البلاد من أجل الحفاظ على السيطرة على الأراضي الشاسعة التي تحتلها في الشرق والجنوب. القوات الروسية في المقابل ما تزال تحاصر جزئيا مدينة خاركييف ثاني أكبر مدن أوكرانيا في الشرق، حيث تتعرض عدة مدن لقصف مدفعي وفق هيئة أركان القوات الأوكرانية التي تشير رغم ذلك إلى تراجع في حدة القصف. وقعت سلسلة انفجارات بمدينة أوديسا المطيلة على البحر الأسود في جنوب أوكرانيا، ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن مجلس المدينة قوله في بيان إن أوديسا تعرضت لهجوم بالصواريخ وإن الدفاع الأوكراني الجوي أسقط بعضا منها، مشيرا إلى ورود أنباء عن حرائق في بعض المناطق. استشهد 3 فلسطينيين من حركة الجهاد الإسلامي خلال عملية في الضفة الغربية وسط تصعيد تشهده الأيام الماضية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، وجرت العملية التي أدت إلى إصابة 4 جنود في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك. رفض نائب رئيس البرلمان الباكستاني طلب المعارضة طرح الثقة في حكومة عمران خان، وقد حل الرئيس عارف علوي البرلمان والحكومة ودعا لانتخابات برلمانية خلال 90 يوما، وقد احتجت المعارضة على القرار ولجأت إلى المحكمة العليا في إسلام أباد. سجلت الصين 13,146 إصابة بكوفيد، وهي أعلى نسبة منذ ذروة الموجة الأولى قبل أكثر من عامين، في وقت انتشر المتحور أوميكرون الشديد العدوى في أكثر من 12 مقاطعة. وقع انفجار في ملهى ليلي في العاصمة الأذربيجانية مما أدى إلى سقوط عدد غير محدد من الضحايا بحسب ما أعلنت السلطات. وقالت وزارة حالات الطوارئ في بيان لم يحدد عدد الأشخاص الذين كانوا موجودين في الموقع وقت الانفجار، لكن البيان أكد أن عمليات البحث والإنقاذ جارية. تسببت أمطار غزيرة في حدوث فيضانات وانزلاقات أرضية في ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية، أسفرت عن مقتل 8 أشخاص على الأقل، بينهم 6 أطفال وفقدان 13 آخرين بحسب ما أعلنت السلطات. مشاهدين الكرام، نشاطنا مستمرة وفي جولتنا الرياضية بعد عرض للأحوال الجوية. بطولة كأس الاتحاد القطري لكرة القدم تفتتح اليوم بثلاث مواجهات.
ومن الطقس إلى الرياضة، حيث اعتبر الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن القرعة النهائية لكأس العالم جاءت متوازنة، مبديا ثقته في قدرة المنتخبات الآسيوية على المشاركة الفعالة وعكس صورة طيبة عن كرة القدم الآسيوية في المحفل العالمي الكبير. وأعرب عن أمله في نجاح منتخبات قطر والسعودية واليابان وإيران وكوريا الجنوبية في تمثيل القارة الآسيوية بصورة مشرفة في النهائيات العالمية لما تمتلكه تلك المنتخبات من مستويات فنية متطورة. تفتتح منافسات بطولة كأس الاتحاد القطري لكرة القدم في نسختها الثانية 2022 بإقامة ثلاث مواجهات لحساب المجموعة الأولى. تجمع الأولى الوكرة والوعب، ويلتقي في الثانية الشمال مع البدع، ويلعب في المباراة الثالثة السلية مع الشحانية. وتقام منافسات البطولة بمشاركة 16 فريقا من أندية الدرجتين الأولى والثانية، علما بأن فرق الأندية الأربعة المشاركة في النسخة الجديدة من أبطال دوري أبطال أسيا 2022 وهي السد والتحيل والغرافة والريان لن تشارك في البطولة. وقبل الختام هذا تذكير بالعناوين. حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يتبادل مزيدا من التهاني بحلول شهر رمضان المبارك مع أخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة. حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يبعث برسالة إلى فخامة رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية تتصل بتطوير العلاقات الثنائية. وكان في الاقتصاد، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 2% في الربع الرابع من العام الماضي. ختام النشرة، بارك عليكم الشهر.